انا هعمل لك كوبايتين شاي عجب يهضموا الفلافل اللي كلناها دي وتصبح كأن لم تكن. يا سلام. طب وغليت الميه اللي بعتها لنا تحيه بنتك لازمتها ايه بقى؟ يا سلام. طب ما انا جايب لك غساله اما وانت غاويه تغسلي على ايديك ومش عايز تريحي نفسك. في ايه يا بطل؟ اصل احنا ناس صحاب مزاج، نعمل حسابك معانا في الشاي؟ لا يا خويا مش عايزه منك شاي. ما تستعبطش انت وهو، انا فاهمه وعارفه كويس قوي انك عايز تقول كلام سر لابنك، وعشان ما اسمعوش هتشغل الوابور عشان عارف اني بدرس منه. لكن بقول لك ايه، انت وهو لو ليكوا اسرار غراميه وعايزين تقولوها لبعض انزلوا انكشحوا من هنا وقولوها على القهوه. اهي قالت لك اسرار غراميه. يا ست اني من ناحيتي الدار امان. تقولش على نفسك النبي يا ابو. اسكت هلا. الدور الباقي على ابنك. بيحب يا ستي. ابني؟ ايه ده يا محمود؟ ولا انت هتتجوز واحده من الشارع؟ شارع؟ ايه ياما الكلام ده؟ الكلام ده جبته من الافلام يا اخويا. ايوه الاسطوانات اياها، تلاقي البت قابلتك وقالت لك بحبك وبموت فيك، ده انا غلبانه ويتيمه وبصرف على اخواتي الغلابه. صعبت عليك قلت استرها، مش كده؟ ما انت طالع اهبل زي ناس. اوعى تصدقي جوز بنتك الضلالي وبنتك الهبله. محمود يعمل كده برضه؟ يروح يجيب بنت من الشارع؟ ده موضوع تاني هيبقى هو يحكي لك عليه. احكي لها على ايه بس يابا؟ مفيش حاجه، ما انا قلت لك هما يومين وراحوا لحالهم، مفيش حاجه. طب ويومين ليه بس يا حبيبي؟ فقت ياما، فقت وافتكرت اني مش لاقي اكل، قلت بلاش ابهدل ولاد الناس معايا. هتقول الكلام ده تاني؟ ما قلت لك ربك هو اللي بيرزق. قول لي البت حلوه وبتحبك؟ لا اله الا الله، انا قايم انام يابا. استنى اقعد. شفتي اديكي سديتي نفس الواد عن الاكل. انا برضو اللي هسد نفسه على الاكل. ماشي ماشي يا محمود، خلاص طول عمرك دلوقتي وسرك مع ابوك وبتاخد رايه في كل حاجه. طيب والله ما انا مدياك كرتونه الكحك وهبعتها لاحمد اخوك وهبرشمها وهعدهم واتمم عليهم مع احمد اللي برقبتك، واياك تمد ايدك عليهم. اخص عليك، يبقى خلي ابوك ينفعك. ايوه ما هو سرك، انما انا خلاص بقيت الهبله اللي يا دوبك بتطبطب وتدلع وتدعي لك وبس. ماشي يا محمود. يعني عاجبك كده يابا الفتنه اللي انت عملتها في البيت؟ ولا يهمك، اضرب الكحك كله وقول للواد احمد انه ضاع منك في البجوه. بس حته فكره بتاعت الوابور هتحرق الشقه عشان امي ما تسمعش. ما تزوغش من الكلام يالا، البابور هيوش اهو والصوت هيعلى. قول لي بقى ايه الموضوع؟ مفيش يا حاج. نعم روح امك. اعمل الهيلمان ده كله وهب بداية في البابور وترجع تقول لي مفيش يا حاج؟ ابا الموضوع المره دي ممكن يبقى فيه خراب بيوت. عايز تقول لي يعني ان اختك ما تعرفش ان جوزها ديني وبصباص، بس هي بتفوت عشان بيتها ما يتخربش؟ هموت واعرف بتعرف الكلام ده منين يا عبد الناصر. قلب الام. طب بص يا ابا، الموضوع المرة دي أكبر بكتير ما أنت متخيل. شافع بيتها كان في المخدرات. إيه؟ البضاعة اللي كان بيديها لنا وزعها على إن هي مستحضرات تجميل ومنبهات طلع في حبوب مخدرة، من اللي بلبعتها بقت نوضة اليومين دول عشان أخف من الحشيش ومكسبها أسرع. ومش كده وبس، بيتاجر في كميات مهولة يابا. يا نهار أبوه أسود. مش كده وبس، ده نهار أبوها هي اللي أسود. طب ما قلتلهاش ليه يا فالح علشان تجنبها هي وابوها النهار الاسود المنايل؟ صوتك يا ابا، حط نفسك مطرح. عايز نخش على واحده مخلفه شحطين وفاكره ان جوزها بيحبها ومعيشها في نعيم، واقول لها كل اللي انت عايشه فيه ده وهم، جوزها بيتاجر في المخدرات وانت وعيلك ممكن تترموا في الشارع في اي وقت. ما هو ده مش هيغير حاجه، ما هو لو جوزها اتمسك ودخل السجن لا قدر الله هتلاقي نفسها في الشارع. ابا ما تقوليش ان نداء الواجب بيجري في عروقك وانك هتبلغ عن جوز بنتك. انت بتتريق؟ ده المفروض انت اللي تبلغ. وبلغ عن نفسي كمان يا حاج، والنبي هو بقى فين المثاليه اللي ضيعتنا دي؟ ضيعتك فين يا روح امك؟ هقول لك ايه يابا؟ ما احنا مش هنتفق في القديم. المهم ما تندمنيش ان انا حكيت لك على الموضوع ده. انا حكيت لك عشان نشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها. واوعى تقول انك هتبلغ عن شافع، لان انا بنفسي اللي هكلمه عشان احذره. اوعى تعمل كده. انا طبعا ما كنتش هبلغ عنه. حتى لو رحت ابلغ عنه الضعف الانساني كان هيغلبني وكنت هفكر في طريقه تانية. انا حاسس ان انا قاعد مع نجيب محفوظ مش عامل والله.
ما هو ده من جهلكم، فاهمينكم ان العامل ده واحد بيطجن وهدومه وسخه وعرقان وعمال يهرش، لكن احنا في ايه ولا في ايه؟ هو ده موضوعنا؟ طيب ممكن تقول لي بقى هنخرج ازاي من المصيبه دي يا اديب الطبقه العامله؟ انا هواجهه، هروح له هواجهه، وبعد كده هو ما يلومش الا نفسه. بس اوعى تعمل ده قصاد الضحيه يابا، خليها اخر كارت. ماشي يا فكيك، ربنا يستر. من بكره هاخد اجازه عارضه وهروح له وهقول لك على اللي هيحصل. بس انت دلوقتي لازم تديني حاجه اقولها لامك. ايه يابا، عندك فول وفلافل انزل اجيب لك بيض بالبسطرمه؟ يا عسلك الاسود يا اخي. دلوقتي امك مش هتسكت غير لما تعرف، وهتاكل دماغ الشهرين اللي جايين دول. هي عايزه تعرف، ولو عرفت هتجيلها النوبه وهتدخل على المستشفى، وهتطلع من المستشفى تروح لهم هناك، وفي الحاله دي جايز هو اللي يروح المستشفى. اسمع، سيبني افكر كده الاقي حل. شوف بقى، اما اقول لك انت وهو، انا خلاص فاض بيا، انا مش هفضل قاعده لكم طرطور هنا في البيت، لازم افهم انتوا عمالين تتودودوا على ايه؟ ها؟ عليا النعمه. قبل ما تتهوري ياما وتحلفي انك هتسيبي البيت، هو انت ليكي حته تباتي فيها غير هنا؟ وبعدين انت ناسيه ان ده بيت ابوكي؟ يعني انت اخر واحده تفكر انها هتمشي؟ لا انا مش ناسية الدور والباقي على اللي نسي، قالوا بقى بيعاملني زي ما اكون غريبة في البيت. يعني كان لازم تلبخ وتجيب لي الكلام، ما تخلص وتحكي يا اخي قبل النار ما تمسك في ديلي اني. حاضر يا حاج، حاضر. بص ياما، انا هقولك على اللي حصل. الحاج دخل اوضتي كان بيقلب في حاجتي، يعني عايز يطمن عليا، قام لقى شوية ورق كده كنت لامه من كذا سفارة عشان اسافر برا مصر. ايه؟ يا نهار اسود. طب وابوك ما قاليش الكلام ده ليه؟ ما هو بقى كان خايف عليك من الصدمه ياما، وقعد يقطن فيا ويقول لي حرام عليك امك، مش قالت لك ما تفتحش الموضوع ده تاني؟ الكلام ده بجد يا عبد الناصر؟ شفت؟ اهي لما بتزعل مني تقول لي يا عبد الناصر، عاجبك كده يعني؟ شكلكوا كده بتضحكوا عليا. انا بنظف الاوضه كل يوم وعمري ما شفت ورق زي ده، لو كنت شفته كنت خدت بالي، انا مش جاهله. عايزيني اصدقكوا؟ قوموا وروني الورق ده دلوقتي اشوفه بعينيا. حطيت الورق ده فين يا عبد الناصر؟ ما حطيتوش، رجعته مطرحه. قوم وري الورق لامك يا فالح، مش قلت لك هتاخد صدمه لما تعرف؟ حاضر يابا، قوم اجيب الورق. اما نشوف.